اليوم تم انتخاب ديالي كرئيس لفرع كرة القدم. اللي بغيت نقول لكم أنني جد فخور، هذه مسؤولية اللي ماشي سهلة، خاصة فيما يخص يعني تدبير واحد الفريق اللي في وضعية صعبة. مرة أخرى هذا ماشي العمل ديال الرئيس بوحدو، هذا عمل فريق، هذا عمل ديال ولاد مكناس، الناس ديال مكناس، الفاعلين ديال مكناس اللي كيبغوا المدينة ديال مكناس. أنا ابن مكناس، أنا ابن ولد المدينة، أنا ولد الزيتون، تربيت في مكناس، طلعت في مكناس، لعبت الكرة في مكناس، كنعرف مكناس، كيعرفوني الناس ديال مكناس، وعندي واحد الحب للفريق النادي المكناسي بصفة عامة، كرة القدم ولكن كذلك كرة الطائرة وكرة اليد اللي واكبتها، واخا كنت في الرباط كنقرا وكنت كنعمل. اليوم بغيت نشكر الإخوة اللي داروا فيا الثقة، بغيت نشكرهم بزاف، لأنه ملي كنشوفوا الوضعيه اللي فيها النادي المكناسي، لما درنا والو اليوم، انا تنظن بانه التاريخ ديال النادي المكناسي، التاريخ ديال مكناس، لان هذا مشروع مدينه، هذا مشروع جميع الاطياف وجميع الالوان ديال المدينه، هذا ماشي مشروع سياسي، هذا مشروع ديال المدينه اللي ممكن يساهم فيه، يجي يساهم فيه، الباب ديالي مفتوح، اي واحد اللي ممكن يعطينا واحد العطاء مادي ولا معنوي ولا تشجيعي، انا كنمدلو اليد ديالي باش انه يجي، ومستعد نجلس معاه باش اننا ندعموا هذا الفريق هذا. الحمد لله، يعني اللي خصنا اليوم هو ان يعني نجمعوا الاخوان، ما خصش يكونوا اطياف، خص يكون النادي المكناسي اللي كنعرفوه اللي كنحبوه واللي كبرنا في الاحضان ديالو واللي تبعناه واللي يعني مشينا للملاعب واللي فرحنا واللي بكينا، والحمد لله انا جد يعني جد متفائل انه غادي نمشيو بعيد وغادي نردوا العز ديال النادي المكناسي كرة القدم، ونتمنى كذلك الفروع الاخرى، لان الفروع الاخرى كذلك عندما تقول وقالت وعطات الكثير للرياضه المغربيه، كرة الطائرة، كرة اليد، السباحة. فمرة اخرى بغيت نشكر الجميع، وما غاديش نهضر بزاف لانه ما خصناش نهضروا بزاف، خصنا نمشيو نخدموا.